لعب الضربة الركنية جوزيف أوشايا. جوزيف أوشايا عشان يلعب بشماله عشان تلف في منطقة العمليات وتسبب خطورة دايما على المنافسين. دايما الكرات اللي زي دي بتتلعب لجوه، ولكن لما تلاقي لاعب بيلعب بيمين هو اللي بيلعب الكرة من ناحية اليمين دايما الكرة تتلعب غالبا لبره، ولكن العكسية بتتلعب لجوه زي جوزيف أوشايا. أوشايا بيلعب العكسية، ولكن يا ولد يا بسام، يا ولد يا محمد يا بسام، وتصدي رائع من محمد بسام، تصدي رائع من محمد بسام. تصدي من محمد بسام والضربة الركنية، وادي كرة احمد علاء الدين، ولكن محمد بسام المتألق تصل مرة تانية على طول أمامية في نص الملعب. تتلعب عدى القرموطي، عدى القرموطي، لسه الكرة مع القرموطي، تلعب العرضية وجون أبوكا، وقنبلة، قنبلة، صاروخ بالرأس من جون أبوكا، يتقدم، تسلم راسك يا أبوكا، وبيختم على الكورة زي ما بيقول جون أبوكا، ويحرز الهدف السادس له في دوري هذا الموسم، أحرز في فرقه هدفين في إنبي و هدف في نادي الزمالك، والنهارده بيحرز الهدف رقم 6. اتلعبت حلوه من القرموطي، عدى القرموطي من كابوري، اتلعبت العرضيه يا ولد يا ولد، راحت لابو السعود، ولكن اخذت ايد ابو السعود وهي داخله الكره، اتلعبت حلو. شوف شوف، ده شوطه بالراس، شوطه بالراس، ما شافهاش ابو السعود رغم ان راحت على ايد ابو السعود، اخذت ايد ابو السعود، ويتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الاول، واحنا في الدقيقه 43 في مرمى المقاولين العرب اللي محتاج وراه اكتر المقاولين العرب، لكن الطلوع في الهواء ايه والنزول على الارض ايه وتغيير الاتجاه ايه وايه وايه يا جون يا ابوكا، حلوه، هدف بيفكرك بجون أبوكا بتاع إنبي. الشمال لجوزيف أوشايا، تتلعب على طول أمامية لمحمد سالم، محمد سالم دخل منطقة سالم، لعب العرضية سالم وتسديدة، ويا سلام ويا سلام على طول الأوغندي غواكيم أوجيري يحرز هدف التعادل، واحنا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، التعادل عشان المباراة تحلو، ولكن صاروخ صاروخ من الأوغندي غواكيم أوجيري بيسكن مرمى محمد بسام، عدى محمد سالم الهداف نجم الزمالك وبتروجيت والداخلية والمقاولين، عدى ولعب بشماله لغواكيم أوجيري بيمينه، ودى بسام على اليمين، وراحت الكرة في المقص الشمال، لا تصد ولا ترد عشان يعلو صوتنا من الشوط الأول. قلت لحضراتكم إذا أراد المقاولين العرب أن يبقى في دائرة طموح البقاء في الدوري الممتاز فعليه بمواصلة المشوار وحصد الثلاث نقاط. المباراة تعود إلى نقطة التعادل، ولكن المرة دي 1-1، البداية من دار خاصة من المقاولين العرب في بداية مشوار الشوط الثاني. هجمة اتلعبت حلو من محمد سالم وغواكيم أوجيري في وسط التبديلات وفي وسط الزحمة، بيحرز هدف جميل عشان تبقى النتيجة